السلام عليكم واهلا بيكم وحلقه جديده ويوم جديد ومزرعتك في بيتك. وعندنا النهارده حلقه مهمه قوي في عمر دوره التسمين بتاعتنا واليوم ال15. والنهارده هنحط حاجه مهمه قوي وكمان هنغير العلف بشكل صحيح. ولكن قبل ما نبدا الحلقه انزلوا حالا في الكومنت صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش يا جماعه تكتبوها بايديكم في التعليقات وخلوها شاهد لينا يوم القيامه. النهارده اليوم ال15 في دوره التسمين بتاعتنا، اخواتنا اللي متابعين معانا من بدايه الدوره عارفين نوع الكتكوت اللي احنا شغالين بيه، ايفيان معدل زي ما شايفين كده، ما عندناش غلطه يا جماعه. طيب النهارده عاوز اتكلم معاكم على الطاقه اللي انتم شايفينها دي يا جماعه، صدقوني مش هتشوفوها غير من التهويه المظبوطه ودرجه الحراره المظبوطه. الحراره بنظبطها على حسب العمر والتهويه من اول يوم يا جماعه لنهايه الدوره علشان تشوفوا الطاقه والنشاط والحيويه اللي في المكان اللي حضراتكم شايفينه ده. عندنا كمان بصوا كده، عاوزاكم تشوفوا يا جماعه وتلاحظوا معايا التجانس اللي في الفراخ بتاعتنا. بصوا كده هتلاقوا الاوزان كلها تقريبا متقاربه من بعضها، ومع ذلك برضو احنا عندنا ثلاث اعمار في المكان ده يا جماعه. يعني لو لقيتوا هنا كتكوت كده صغير شويه الى حد ما هتعرفوا ان ده من اخر يعني الاعمار اللي موجوده معانا، لان زي ما قلت لحضراتكم من بدايه الدوره اللي هنا في المكان ده ثلاث اعمار، ولكن محدش يعمل زيي. انا عارفه انا بعمل ايه، مهم قوي ان انتوا تدخلوا الكتاكيت بتاعتكم كلها في يوم واحد عمر واحد في نفس المكان يا جماعه، ما تعملوش زي كده. انا عارفه يعني الطريقه دي ان هي غلط، ولكن انا بعملها عندي، انا مسؤوله عندي، ولكن انتوا ما تعملوش كده. دخلوا الكتاكيت بتاعتكم في اعمار واحده، ولكن انا بيبقى عندي ممكن عندي كتاكيت باقيه فبحطها في المكان عادي جدا كانت من بدايه الدوره. طيب النهارده هنتكلم على ايه؟ النهارده هنتكلم على تغيير العلف يا جماعه. النهارده اليوم ال15 عاوز اقول لكم احنا مش بنغير العلف على حسب اليوم يا جماعه او على حسب العمر، احنا بنغير العلف على حاجتين مهمين جدا، وهو يا اما وزن الكتكوت، وهنوزن الكتاكيت دلوقتي وهنشوفها مع بعض، او ان احنا بنغير العلف على حسب استهلاك الكتكوت يا جماعه. يعني بنحسبها الكتكوت استهلك كذا فخلاص بنغير العلف. طيب تعالوا بس كده نتكلم الاول احنا بنغير العلف ازاي وايه الطريقه الصحيحه اللي احنا بنغير بيها العلف. هل ان احنا نرفع ال 23 مره واحده وبعدين نحط ال 21؟ غلط يا جماعه. طيب غلط ليه يا سمر؟ غلط يا جماعه لان الكتاكيت بتاعتكم هتقف مش هتاكل، وبالتالي هتاخر عمر دوره التسمين بتاعتك يوم او اتنين، وانت هتكون السبب في التاخير. ليه؟ لان الفراخ مش هتاكل وبالتالي مش هتحول فهتاخر العمر معاك. يعني بدل ما تطلعي مثلا الدوره على ال 35 33 32 يوم، ممكن تتاخر معاك يومين ثلاثه علشان حضرتك غيرت العلف بشكل غير صحيح. يبقى الصح والافضل ان احنا بنخلط ال 23 على ال 21 على حسب الوزن يا جماعه. بنبدا مثلا من اليوم ال 15 اول لما الوزن بتاعنا يجي اقل كتكوت عندنا في المكان يكون وزنه 500 جرام بنبدا ان احنا نغير العلف. يبقى زي ما قلنا نغير العلف، بنخلط العلف ال 23 بال 21 بنسب معينه وبنسيبه ممكن يوم او اتنين لحد لما تلاقي الكتكوت بدا ان هو ياكل الحبايه الكبيره ويسيب الصغيره، بالتالي في الوقت ده بترفع ال 23 خلاص شكرا على كده مش محتاجينه، وخلاص على كده التحويل بيفضل شغال معاك ما بتاخرش الدوره بتاعتك ولا ساعه واحده. الطريقه الثانيه اللي بنغير بيها العلف لما كل كتكوت يستهلك عندنا من 600 ل 800 جرام، في الوقت ده بنغير العلف خلاص، وقلنا بنغيره بالطريقه اللي احنا قلنا عليها، بنخلط ال 21 بال 23 علشان الكتاكيت تفضل تسحب في العلف وما تاخرش معانا عمر الدوره. خلاص كده؟ طيب احنا هنغير العلف النهارده زي ما حضراتكم شايفين. بصوا تعالوا معايا كده اهو، مخلطين ال 23 بال 21 اهو، وهنبدا نحط ليهم العلف ده متخلط بالمنظر ده. طيب احنا عارفين ان احنا هنغير النهارده، طبعا احنا واخدين الوزن وعارفين ان احنا هنغير العلف. قبل ما بنغير العلف بيوم يا جماعه لازم نحط مضاد سموم. ليه بنحط مضاد السموم؟ بنحط مضاد السموم يا جماعه لان تركيبه العلف اللي هو ال 23 غير تركيبه العلف اللي هو ال 21، فبالتالي لما بتغير العلف لازم تحط مضاد سموم علشان السموم الفطريه اللي بتبقى في الاعلاف بتبقى غلط جدا على الفراخ بتاعتكم وعلى الكتاكيت، وبترجعوا تلاقوا نافق وتلاقوا زرقان في الفراخ بتاعتكم، وده بيكون سببه يا جماعه اللي هو السموم العاليه اللي بتيجي من الاعلاف وبتيجي كمان من الادويه والكلام اللي احنا بنحطه. فالمهم ان احنا لازم نحط مضاد سموم في الميه. بنستخدم اي نوع؟ بتحط سنتي واحد على اللتر في الميه زي ما احنا شايفين كده. خلاص كده يبقى احنا اشتغلنا كده بشكل صحيح، هيفضل التحويل معانا شغال مش هيحصل تأخير في دورة التسمين. غيرنا بطريقة صحيحة، يا اما بنغير عن طريق الوزن او عن طريق اللي هو الكمية اللي بيسحبها الكتكوت.
خلاص كده. طيب النهارده هنعمل ايه؟ ولا اي حاجه يا جماعه، مش حاطين في الميه ولا على العلف اي حاجه غير مضاد السموم في الميه وعلى كده شكرا. طيب تعالوا بقى بينا كده ناخد متوسط عام على الكتاكيت بتاعتنا ونشوف الوزن النهارده على الطبيعه عامل ازاي في عمر ال 15 يوم الصبر، وهنوزن برده اللي هو الالوان ونشوف الدنيا عامله معانا ازاي. ولكن ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، ما تنسوش كمان تنزلوا في الكومنت تصلوا على الحبيب المصطفى. عاوزه التعليقات كلها يا جماعه تبقى الصلاه على الحبيب المصطفى. خلونا يا جماعه نكسب حسنات من بعض، والله العظيم دي الحاجه اللي احنا محتاجينها كلنا. ما تبخلوش علينا وعلى نفسكم بالصلاه على الحبيب المصطفى. كمان اي حد عنده اي سؤال يكتبه لي في الكومنت، برد على اسئله حضراتكم. واي حد عاوز ان هو يتواصل معايا وعنده دوره تسمين وعاوز ان هو يطلعها بشكل صحيح، المتابعه معايا مجانا. هسيب لحضراتكم رقمي الشخصي في نهايه الحلقه، اي حد عاوز يكلمني بيكلمني. وارد كمان على اسئلتكم على الواتساب، ولكن سامحوني لو في حد مش برد على الاسئله اللي هي بتاعه الواتساب، كتيره جدا لو متخيلين كميه الاسئله اللي عندي على الواتساب، والله العظيم هتعذروني يا جماعه. انا برد ليل ونهار لان انا اللي برد مش حد تاني، سواء على التليفون او على الواتساب، فصعب جدا عليا كمية الاسئلة اللي حضراتكم بتبعتوها. فسامحوني لو حد بيعدي مني او بتأخر يعني على حد في الرد. خلاص كده. طيب تعالوا بقى كده نبدأ ناخد متوسط وزن على الكتاكيت بتاعتنا دي في عمر اليوم ال 15 الصبح. يلا بينا اهو يا جماعة، زي ما احنا شايفين الميزان صفر. هنبدأ ناخد كده اي كتكوت من المكان وهنبدأ ان احنا نوزنها. سبعمية وثلاثين جرام او 735 جرام. هنشيله وناخد كمان واحد برضو. ما شاء الله 830 جرام او 825 جرام يا جماعه. بصوا شايفين الكتكوت عامل ازاي في عمر ال 15 يوم. مهم قوي يا جماعه مصدر الكتكوت اللي انتوا بتشتغلوا به، لان كده او كده انتوا بتاكلوا علف، فاهتموا ان انتوا تشتغلوا بجوده كتكوت تكون مظبوطه. ناخد كمان واحد برضو. سبعمية وخمسة جرام او 700 جرام زي ما احنا شايفين. 705 ما شاء الله هايل جدا. هناخد كمان واحد برضو. ما شاء الله 750 جرام. هناخد واحد اخير. ما شاء الله اللهم بارك. 910 جرام في اليوم ال 15 يا جماعه. بصوا الاوزان بصراحه حلوه جدا. على فكره عاوز اقول لحضراتكم احنا اصلا مغيرين العلف اللي احنا كنا بنشتغل به كل دوره، وقلت لحضراتكم احنا كنا شغالين النور والبركه السوبر لاخواتنا اللي سالونا. طيب المره دي انا مغيره العلف في العدد اللي هو الصغير ده، بجرب علف معين علشان بس اعممه عندي في المكان التاني، فحبيت ان انا اجرب العلف ده في الدوره دي او في العدد الصغير اللي عندي ده. فان شاء الله لو الاوزان بتاعته عجبتني هقول لكم على اسمه. ولكن ما شاء الله شايفين يا جماعه ما فيش غلطه، لو اشتغلتوا بالطريقه اللي احنا بنشتغل بيها دي صدقوني التسمين مش الحاجه الصعبه، التسمين حلو جدا. لو عندك مكان او عندك مكان في بيتك هتقدري تطلعي منه دخل وانت قاعده في بيتك بدون اي مشاكل، بدون ما تخرجي من بيتك، بدون ما تشتغلي عند حد، بدون ما تشتغل عند حد. يعني لو انت شاب صغير ولسه ما اتجوزتش ولسه بتدور على شغل، اشتغل من بيتك لو تقدر، لو عندك مكان ممكن تشتغل فيه وبرده تشتغل بره ويبقى عندك بدل الدخل اتنين. اخواتنا كمان اللي معاهم اولاد صغيرين ومش بيعرفوا يخرجوا يشتغلوا بره، تقدروا تشتغلوا من بيوتكم يا جماعه صدقوني الشغل حلو جدا. الشغل في التسمين مش الحاجه الصعبه، لو اشتغلتوه صح صدقوني هتظبط معاكم وهيبقى عندكم دخل حلو جدا. تعالوا كمان بصوا هنا في كتكوت من اللي هو الساسو طلع وزن نفسه اهو 660 جرام زي ما احنا شايفين كده. طبعا الساسو يا جماعه اكبر من الابيض 3 ايام، يعني الساسو ده عمره النهارده 18 يوم وزنه اهو 660 جرام، هايل جدا. ان شاء الله هعمل لكم دراسه جدوى مفيده جدا على اللي هو الالوان بصفه عامه، لو حابين ان انتم تشتغلوا في التسمين الالوان. دي كانت حلقتنا النهارده، بجد من قلبي بتمنى لكم جميعا التوفيق. اشتغلوا ما توقفوش شغل، الكتكوت غالي رخيص اشتغلوا، العلف غالي رخيص اشتغلوا، السوق رافع نازل اشتغلوا يا جماعه. ما علينا غير
السعي والتوفيق بيكون من عند ربنا، احنا ملناش دعوه بيه. ربنا يوفق الجميع ويكرم الجميع، بجد بتمنى لكم التوفيق من قلبي. شكرا جدا ليكم على الثقه الغاليه، شكرا جدا ليكم على دعواتكم الجميله وعلى ثقتكم الغاليه فينا. تحياتي للجميع، استنونا في حلقه جديده، اشوفكم تاني بألف صحه وخير.